سنة 1833 الثورة الفرنسية كانت بأوجها. الجوع والفقر ملا الطرقات، ما في عدالة والمحبة مخفية. بس في شاب بالعشرين من عمره قرر يتحدى ويسعى للتغيير، فبمساعدة رفقاته والراهبة روزالي روندو قرروا يؤسسوا جمعية، وعلى مثال القديس منصور دي بول يساعدوا الفقراء ويسعوا لتحقيق العدالة الاجتماعية. فكان الهدف والحلم ربط العالم بالمحبة. وبعد لليوم جمعية مار منصور دي بول بأكثر من 73 بلد ومنهم لبنان عم تسعى تتنمي وتنشر الروح المنصورية لكل الإخوة المحتاجين. حبة الحنطة ما ماتت، والرسالة هي التلاقي بالفقير، نشوف وجه الله فيه ونعامله كسيد إلنا. والعهد علينا اليوم نحافظ وننمي العدالة الاجتماعية اللي ما بتتحقق إلا بالمحبة، ويكون وطننا لبنان هو الرسالة. اسمي ماري تيريز عجلتوني، بشتغل بمنظمة دولية بتساعد اللاجئين السورية بلبنان، وبذات الوقت أنا بنيفول بشبيبة جمعية مار منصور دي بول. اسمي شرب الخسين، أنا من 2004 بالجمعية. أول شيء بدي أدعي الكل يكون معنا بالجمعية. نحنا ناس عنا أشغالنا، أنا بشتغل بشركة شحن، وبطبيعة الحال عطول وقت كمان عطول اللي وقت للجمعية. بالجمعية اختبرت المحبة، بدأ الكل اللي يكونوا معنا. ليتس فير، بشتغل بمجال المحاسبة، اللي أكثر من 8 سنين بجمعية مار منصور، أكثر من 8 سنين بالمحبة والعطاء والتسامح. هاي أنا كلارا فخري، تاني سنة انتيريور ديزاين، ومن سنة صرت فرد بجمعية مار منصور دي بول. وأنا أم وكمان متطوعة بجمعية مار منصور. فينا كأهل نكون قدوة صالحة لأولادنا بالعمل الإنساني. ماتر هلا أبو جودة محامية. صراحة أنا نقيت جمعية مار منصور لأكتشف الفرح بعيون خي الإنسان، واكتشفت هيدا الفرح بدار الراحة بشحطول عنا بالفرع بعيون أخوتي الختيارية، وبشجعك أنت كمان تكون بعائلة جمعية مار منصور. مايا بدور حلبي، اللي حوالي 10 سنين بجمعية مار منصور. هالجمعية يلي بتعلمني كل يوم بقدر المستطاع استعير عيون الرب لحتى لشوف الخير بكل إنسان بلتقى فيه، ومع عيون الرب وبركته ببطل في شيء مستحيل لحتى لنفوت بطريق القداسة. دكتور إلي خوري، طبيب، صار لي 20 سنة بجمعية مار منصور. اكتشفت فرح العطاء المجاني، وصار عندي عائلة تانية بشجع الكل ينضم لهالعائلة. روي دكاش، ميديكال سيلز. مع مار منصور كل يوم نتعرف على أشخاص جديدة، والأحلى وقت نتعرف على يسوع اللي جواتهم. هن قبلنا بلشوا، تعوا سوا تنكمل.